كلب مش لازم تربيه. الجزء رقم 37. نيوفاوندلاند دوغ، كلب عملاق ضخم قوي مليان شعر، وأصوله من ماستف برتغالي ونشأ في كندا. نيوفاوندلاند دوغ في ميزة وهي الإنقاذ. مش بس هيك، الإنقاذ في المي. الكلب متخصص سباحة. الكلب بصحى الصبح وبتمنى يكون في حدا بيغرق عشان يروح يكون السبب في نجاته. الكلب مستعد يسبح في المياه المتجمدة لأنها بالنسبة لإلنا باردة، لكن بالنسبة لإله فهو سعيد فيها. مش بس هيك، بيحب يجر القوارب، بينط في المي وبيبدأ يسحبهم. الصيادين بيحبوه، بيسحب شبك الصيد لإلهم، فهو هيك كمان كلب صيد سمك. طيب هو ليش هيك؟ هو هيك لأنه معضل وواثق من قوته، وبيعرف إنه بيقدر يسوي شغلات صعبة الإنسان نفسه ما بيقدر يسويها، ورجليه عاملين زي المجاديف. وفي ميزة إنه حبوب مع الغرباء، ما أحلاه هو مش هيك. يعني تخيل معي واحد غرقان ويروح له كلب نيوفاوندلاند دوغ ويكون مفترس ويعضه وهو بيغرق. لا والله يغرق أحسن. لكن ليش ما تربيه؟ ما تربيه إذا كنت عايش في مكان حار عنده طبقتين من الشعر، والحر ممكن يجيب آخره. لازم تمشطه كل يوم عشان تقدر تقاوم زوبعة الشعر اللي حتكون في بيتك. لا تربيه إذا ما كنت حتشغله وتخليه يطلع مواهبه. لا تربيه إذا كنت عايش في مكان صغير. لا تربيه إذا ما كان عندك مسبح أو نهر جنب بيتك. الحمد لله عنده فائض من اللعاب، فما تستغرب إذا شفت لعابه على سقف بيتك أو شفته على التلفزيون أو شفته في أماكن المفروض ما يكون فيها. فاللعاب حيغطي المكان. هلأ أنت حتدربه وتعلمه وحتمشي معاه من مصغره عشان لما يكبر يسمع الكلام. لكن هذا الموضوع حيفشل، لأنه حتى بعد التدريب المستمر حيكون هو عنده القرار يرد عليك ويجي أو يطنشك. وأنا بصراحة ما برضى حد يطنشك، فسيبك منه، مش لازم تربيه.